مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين، نخصصها اليوم عن انهيار العمله وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطنين. وفقا لاحصاءات وتقارير دوليه، فان ثلاثه من بين كل اربعه من المواطنين بحاجة لمساعدات غذائية، وأكثر من نصف مليون من اليمنيين غير قادرين على إطعام أنفسهم بشكل كاف، ويجدون صعوبة في تأمين حاجاتهم من الغذاء والدواء. بحسب بيان صادر عن منظمة سياج، فإن متوسط من يحصلون على مساعدات إنسانية لا يتعدى 10% تقريبا من إجمالي المستحقين الفعليين، حيث يتم نهب المساعدات الإنسانية من خلال تبييض أموالها من قبل شبكة منظمات محلية ودولية، وبمساعدة وتواطئ مسؤولين حكوميين وسلطات محلية. وهذه سياسة ممنهجة ومدروسة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ما حجم انعكاسات تدهور العملة الوطنية على الاستقرار المعيشي لملايين اليمنيين؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وما هي الحلول المفترض توافرها للحد من معاناة المواطنين المتأثرين بانهيار الريال وارتفاع الأسعار؟ نناقش ذلك مع ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب خليل المليكي ناشط سياسي، وعبر الهاتف من عدن الأستاذ جمال بالفقيه المنسق العام للإغاثة، ومن صنعاء فضل منصور رئيس جمعية المستهلك. أرحب بضيفي من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ خليل المليكي. مساء الخير أستاذ خليل. مساء النور أخي بشير، تحية لك ولضيوف الكرام ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. في البداية أستاذ خليل، كيف تابعت موجة الغضب الشعبي الكبير بسبب انهيار العملة وأيضا الارتفاع الكبير للأسعار؟ نعم أخي بشير، تحية لك ولضيوفكم الكرام ولشاشتكم التي تطرح الأشياء المهمة في حياة المواطن. نعم، الناس يعانون معاناة شديدة نتيجة لهذه الانهيارات المتسارعة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. لا شك بأن له تأثير كبير على حياة المواطنين وعلى حياة الناس البسطاء الذين أصبحت حياتهم في الهاوية نتيجة للانقلاب الميليشياوي من قبل الحوثي، وكذلك نتيجة لتهاون الحكومة الشرعية في عدم وضع أي حلول. هناك غضب شعبي كبير على الحكومة الشرعية على وجه الخصوص. نحن بالأول والأخير نحمل الانقلاب، لكن وجدت الحكومة لتضع حلول للمواطن لهذه الانهيارات، لوضع هذه حدا لهذه المشاكل، لكن الحكومة لم تقل بأي عمل من هذه الأعمال. اليوم رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغرة ظهر على شاشة التلفاز وقال بأن أداء لا يتعلق أداء الحكومة بهذه المشاكل، يعني حتى أن الحكومة لم تحاسب نفسها ولم تضع أي مشكلة حتى اللحظة، ولم تقم بأي واجب منذ أن تولت مقاليد الحكم حتى ومقاليد السلطة حتى اليوم، ومع ذلك لم تحمل نفسها أي مشكلة وحملت الميليشيات الحوثية كل مشكلة. نعم، الميليشيات الحوثية هي المتسبب الأول والأخير فيما يحدث، لكن لابد للحكومة أن تضع حد لهذا الانهيار، حد لهذه المشكلة. المواطن لا يؤمل على الانقلاب. نعم، المواطن لا يؤمل على الميليشيات، المواطن يؤمل على الحكومة الشرعية التي وجدت لتضع حلول لهذه المشكلة. طيب أستاذ خليل، ما الذي تملكه أو بيدها الحكومة الشرعية حتى تضع الحلول السحرية التي تتحدث عنها، وأنت تعلم أن ميليشيا الحوثي نهبت ما يقارب 5 مليار دولار من البنك المركزي، وتعلم أيضا أن التحالف العربي يمنعها من تصدير النفط ويغلق الموانئ والمطارات؟ الحكومة كما ذكر رئيس الحكومة اليوم في البيان الصادر عنه الذي قرأه رئيس الحكومة بنفسه في خطابه، أن الحكومة كان لديها حلول وهو تصدير الغاز والنفط، وكذلك يعني أن تستقر عدن. رئيس الحكومة ذكر بأن المشكلة بأن عدن هناك تعاني من مشاكل أمنية، وأن عدن أصبحت لم تعد بيد الحكومة وإنما بيد أطراف خارجية. هذه هي المشكلة، إذا استقرت عدن واشتغلت الموانئ التابعة للحكومة واشتغلت المنافذ التابعة للحكومة بشكل رسمي وبشكل
مستمر وصدرت الغاز وصدرت النفط واستغلت كل هذه الموارد، تستطيع أن تضع حد ولو بسيط لهذه الانهيارات. أما أن تظل الحكومة مكتوفة الأيدي عن هذه المشاكل ولم تقدم أي حلول حتى اللحظة فهذه الكارثة. نعم الميليشيات نهبت الاحتياطي وما زالت تنهب ونهبت حياة المواطن، لكن هل يعني تظل الحكومة مكتوفة الأيدي وتنتظر ما الميليشيات لن تعيد الدولة ولن تكف عن النهب ولن تكف عن القتل. الحكومة وجدت تضع حلول، على الحكومة أن تتحرك. اليوم الحكومة 42 وزير وكم مستشار وكم وكيل وكم وكيل مساعد وكم مدير عام. ما حاجة الحكومة لمثل هؤلاء؟ ما حاجة لمثل هؤلاء؟ المواطن يريد حل. هؤلاء يستلمون رواتبهم بالدولارات. نعم. ماذا يصنعون للمواطن؟ من تولى منهم منصبا ذهب ليعيش في القاهرة أو في اسطنبول أو يعيش في الرياض. نعم. طيب نعم أستاذ خليل، أبقى معي نشرك معنا في الحديث من عدن الأستاذ جمال بالفقية المنسق العام للإغاثة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور أستاذ جمال. انهيار مفاجئ للعملة الوطنية، غلاء كبير يجتاح الساحة اليمنية في مختلف المجالات. أنتم كجانب إغاثي ربما خلال الفترة الماضية يعني لم تغطوا حتى 20% وكانت الأوضاع أفضل حالا من الآن، ما الذي ستفعلونه أمام كل هذه الكارثة الاقتصادية الكبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه للجنة العليا للإغاثة نحن عملنا طبعا عملنا اتصالات كثيره للمنظمات العامله في داخل اليمن، وكذلك المركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي لتكثيف الجهود لايصال الاغاثات للمناطق التي باشد حاجه اليها. طبعا الكارثه كبيره وعمليه المبالغ التي سلمت للامم المتحده حوالي مليار و56 مليون دولار لحد الان لم تستهلك اي مبالغ كبيره ولم تصل لحد الان الاغاثه بالشكل المطلوب، بل بالعكس يعني المناطق اللي هي محرره وفي مناطق تحت سلطه الحوثي لم تصلها الاغاثات. من يعرقل ان تصل هذه الاغاثات والمعونات الى المحتاجين في اليمن استاذ جمال؟ والله اللي يعرقل طبعا هي طبعا المنظمات الدوليه بوجود اول مكاتبها داخل صنعاء وعدم وجودها في عاصمة اقتصادية عدن والاختطاف قراراتها هي من ضمن المشاكل. طبعا الحوثيين وعدم جنوحهم للسلام تزيد الأزمة وتزيد معاناة الناس بشكل كبير. طبعا السبب الرئيسي هو في حد ذاته ان طالت امد الحرب، وكذلك بالنسبة لانهيار الدولار تزيد معاناة الناس، والإغاثات هي لم تصل بالشكل المطلوب بسبب انها ليس بايد الدولة، انما الدولة هي بشكل هي تراغب وتشرف بشكل من بطريقة غير مباشرة في بعض الاماكن الموجودة، لان لا تستعين المنظمات الدولية لا تستعين بالدولة بعملية التوزيع او بالاشراف. نعم. منطقة في منطقة انا اعيد لك للضالة اللي منطقة الازارق كانت هي تتسلم البرنامج الغذائي العالمي في بدايه من شهر مايو وشهر يونيو انها كانت تسلم ل 3500 لاسره داخل منطقه الازارق اللي هي عدد سكانها 65000 نسمه. في خلال شهر يونيو خفضت حصه هذه المناطق الى حدود 405 اسره. منطقة جحاف التي هي تستلم حوالي 2656 خفضت الإغاثة إلى حدود الصفر، ونحن تواصلنا مع البرنامج الغذاء العالمي والمؤمنات والأوتشا. طيب أستاذ جمال معذرة على المقاطعة، أستاذ جمال معذرة على المقاطعة، ربما الصور التي وصلت من الأزارق يعني لم نراها ربما إلا في أفريقيا بتلك الصورة، المجاعة التي يعني شكل مخيف أن يصل اليمنيين إلى ذلك المستوى من الجوع، يموتون من الجوع. وربما أنت تابعت الصور التي وصلت من الأزارق، ألم تحرك هذه الصور مشاعر الأمم المتحدة أو التحالف العربي أو حتى الحكومة الشرعية وأنتم أيضا في المنظمة لكي تعملوا حلول عاجلة لإنقاذ هؤلاء الناس؟ أيوة، نحن طبعا عندما وصلنا نحن كنا زي بعدنا شهرين ثلاثة شهور نتابع هذا الأمر، وعندما اعلنت المنطقه الضاله كمنطقه او منطقه الازارقه انها وصلت اليها سوء التغذيه الذي وصل في حدود 1900، نحن عملنا مسح ميداني عن طريق بعض المنظمات المحليه الذي وصلت حدود 1909 حاله في سوء التغذيه. تواصلنا نحن وعملنا اجتماعات مكثفه مع الاوتشا واليونيسف، ووعدوا بانهم سيوصلون بيقوم بهذه الحالات وبيقوم بعمليه
اسعاف كل المناطق ومستشفيات بحاجه الى رعايه وسوء تغذيه وصار الاغاثات اليهم وكذلك من الاطفال. نحن عن طريق تواصلنا مع المركز السلمان والهلال الاحمر الاماراتي في خلال 3 ساعات 4 ساعات تجاوبت وارسلت اغاثات الى داخل المناطق المنكوبه. ونحن كذلك في لجان الاغاثه كانت وصلتنا مساعدات وصلنا اليهم وارسلنا اليهم اغاثات برضه للمناطق هذه، عملنا حشود كبيره بتوجيهات مباشره من فخامه الرئيس عبد الله منصور هادي عبر رئيس اللجنه الاغاثه ودوله رئيس الوزراء استاذ جمال. استاذ جمال يعني انا اقدر يعني الجهد الذي تقوم به ربما انت شخصيا واشكر تجاوبك معنا، لكن نسمع تصريحات ونسمع توصيات لكن على ارض الواقع لا يوجد شيء، الناس تموت من الجوع، هل من حلول فعلا ستصل لهؤلاء الناس في فترة قصيرة تنقذ من تبقى؟ في منطقة الأزارق وصلت الإغاثة وأنا متأكد بإيصالها في حدود 2500 سلة غذائية من مركز سلمان، في حدود 2000 حوالي 56 طرد من اللجنة الأولى للإغاثة، في منظمات دولية وكذلك إسعافات أولية وصلت لهناك لداخل الأزارق، وبدأنا نحرك المياه الراكدة بإيصال المساعدات عن طريق اليونيسف وبرنامج الصحة العالمية. لكن نحن ما نتكلمش على منطقة، نحن اليمن كلها بحاجة للمساعدات، بحاجة للإغاثة. في منطقة حجة التي هي محاصرة الآن، في منطقة في 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 كثير من القرى اللي بحاجة للإغاثة مش قادرين نوصل إليها. طبعا العملية ما فيها أن الأمم المتحدة تقوم بدورها الحقيقي لفتح معابر آمنة لإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة، كذلك وتكثيف العمل. يعني وصول المبالغ اللي وصلت للأمم المتحدة مبالغ كبيرة، الجهود اللي تقوم بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتحالف العربي توصل للإغاثات في المناطق أحيانا اللي تحت محاصرة سواء بالإنزال الجوي أو عن طريق أقرب مناطق إليها. نحن 22 معبر موجود اللي هو بحاجة للوصول للإغاثة في جميع أنحاء اليمن اللي هي جاهزة للوصول للإغاثات. طلبنا من الأمم المتحدة من المنظمات الدولية أنها بحدود 5 مراكز إغاثية ممكن إيصال الإغاثات في جميع المناطق عبر منظمات المجتمع المدني والمناطق المحلية. نحن نقوم بجهود كبيرة ونعمل بتنسيقات، لكن لجنة أولى للإغاثة في الأخير هي لجنة بيدها الجزرة لا بيدها العصا. طيب. هي لجنة يعني لجنة فنية تحاول قدم استطاعت تحشد الجهود لايصال الاغاثات، لكن احنا ليس لا توصل الينا اموال ولا توصل الينا ولكن بيدكم استاذ جمال، ولكن بيدكم ان تضغطوا بصوره كبيره عندما ترون الناس تموت من الجوع ليسلط الضوء على المناطق الاكثر تضررا. اسمح لي استاذ جمال ساعود اليك ونتحدث بصوره اكثر، وايضا الاستاذ خليل المليكي، ولكن نذهب الان مشاهدينا الكرام الى محافظه حضرموت، حيث يعني عملنا استطلاع ميداني من قبل ابناء محافظه حضرموت بعد ارتفاع كبير للاسعار وتدهور العمله المحليه. نتابع هذا الاستطلاع ومن ثم نكمل الحديث. طبعا اثرت على الجميع، اثرت على المواطن، اثرت على الشعب، اثرت على الحكومه، بس الحكومه بعض المسؤولين يستلمون بالدولار، فبعضهم ما اثرت عليهم بشكل سلبي وايجابي بصراحه، لكن المواطن هنا الاهم هو. وبعض الاخوه من 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 ليس لهم تدخل مثل قياده التحالف العربي وبعض المسؤولين الكبار ما تدخلوا، ما خرجوا شيء بحل سلمي للبلاد عشان المواطن يرتاح اكثر. فهذه الحرب انهكت الجميع، انهكت العاقل والصغير والكبير، الطفل، حتى ذاته المدارس قفلت. حقيقه ضروري من وقف هذا التدهور للعمله، لان الناس كثير من الناس وخاصه الايدي العامله والموظفين يستلمون باليمني، فلذلك لا يكفي رواتبهم سد حاجاتهم الضروريه للبيت، لذلك انهيار العمله يندد بكارثه غير مسبوقه. ذا نرجو ايضا من التجار وقف هذا التدهور. اثر على معيشه كثير جدا من ناحيه المعيشه وغلاء المواد الغذائيه والسلعات والدولار وكل شيء غالي لاخر داري. ناس تعبوا من الغلاء هذا. عشان حل في الكلام هذا؟ التاجر البسيط انتهى نهائيا يعني، ونحن نفتح شوف هذا للغلبان هذا ما نفتح للمشان، ولا لو بنطال على العمله والهذا ما بنقدر نشتغل ابدا. هاليومين الوضع ماساوي جدا بصراحه، بالنسبه للصرف ارتفاعه غير طبيعي. ارتفاعه خاصه المواد الغذائيه، يعني صرف اليوم وصل له حد $800 والسعودي 210. يعني كيف وضع الناس؟ الله يستر، بس امور واسعار خياليه. والله العمله اثرت على المواطن، والمواطن اصبح صراحه في وضع
تعبان ما ساوي مره واحد ما قدر فين بيصل بس صراحه انا استعجب. اذا مشاهدي الكرام هذه عينه من محافظه حضرموت عكست ربما حجم المعاناه ومعاناه الناس في هذه المحافظه، وهو ايضا ينطبق على العديد من المحافظات في اليمن بسبب غلاء الاسعار وتدهور العمله المحليه. اعود الى مارب مع الاستاذ خليل المليكي. استاذ خليل، سمعنا ربما اصوات كثيره ومظاهرات واحتجاجات في معظم المدن، لكن مارب ربما هي الاكثر حظا لنوعا ما من الامن والاستقرار والخدمات. كيف كان هو اليوم الاول بعد ارتفاع الدولار بهذه الصوره المفاجئه والاسعار في مارب؟ نعم أخي العزيز، مأرب كغيرها من المحافظات تصطلي بهذا الجحيم الذي يعم البلاد جميعا، عدن وصنعاء وكل محافظات الجمهورية. غلاء المعيشة، تدهور العملة سبب يعني ضيقا لدى الكثير من المواطنين اليوم، وأنت تدخل كثير يعني بدأ تدهور العملة بشكل كبير من قبل 20 يوم حتى اليوم، ارتفاع جنوني. أصبحت كثير تدخل كثير من البقالات تجدها شبه فارغة، أصبح التجار الصغار هؤلاء متخوفون من شراء البضائع لأنها يعني من يوم إلى آخر ترتفع بشكل كبير. كذلك المواطن استغنى عن كثير من الأشياء، لم يعد يشتري إلا القوت الضروري، الأرز، الدقيق، الحليب، هذه الأشياء ابتعد عنها المواطن. الأسعار ارتفعت 400% في مأرب وفي غيرها، ومأرب كذلك هي مستقرة في أمن واستقرار، لكن هناك استغلال من قبل التجار والسلطة المحلية لم تقم بأي دور في مراقبة السوق. الأصل في مثل هذه الحالات أن تكون السلطات في المحافظات المحررة موجودة إلى جانب المواطن، تراقب الأسواق، تراقب التجار. كثير من التجار لا يرضى أن يبيع الدقيق والبر، كذلك لا يرضون بأن يبيعوا كثير من المواد، ينتظرون أين سيستقر الدولار ثم يبيعون بما يناسب السوق. اليوم طيب، الحالة المعيشية لدى كثير من الناس أصبحت صعبة ولم يعد يتحمل المواطن أي شيء. نعم خليل، بالعودة الآن إلى دور الحكومة والإجراءات التي تقوم بها، كانت هناك العديد من الاجتماعات مع اللجنة الاقتصادية وتشكيلها، أيضا الرئيس بالأمس اجتمع مع اللجنة الاقتصادية ومع مستشاري ومع رئيس الحكومة، وأيضا حدثت اتصالات مع المملكة العربية السعودية ودفعوا 200 مليون دولار. هذه الحلول أليست كافية لإيقاف هذا التدهور المخيف؟ لماذا الابتسامة خليل بداية؟ اليمن بحاجة، نحن لا يعني اليمن كارثتها أكبر من أن يدفع لها 200 مليون دولار. اليمن بحاجة إلى أن كما تدخلت السعودية لإنقاذ اليمن من ميليشيات الحوثية، عليها أن تتدخل اليوم وتنقذ المواطن اليمني الذي يموت جوعا في الحديدة، يموت جوعا في عدن، يموت جوعا في الأزارق. اليوم الناس يموتون على أطراف المدن في المخيمات، هربوا من الحرب من الحديدة، هربوا إلى أطراف المدن، إلى مأرب، إلى عدن، إلى لحج، إلى أبين، وهم يموتون اليوم في الرمال، يموتون جوعا، ينتظرون الحكومة أن تصنع لهم حل، أن تضع حد لهذه المشكلة. التحالف العربي تدخل لينقذ اليمن من كارثة وهي الميليشيات الحوثية. اليوم نحن بعد 4 سنوات من الحرب، على التحالف أن يتدخل لإنقاذ حياة المواطن، لا أن يتفرج ويعطي 200 مليون دولار. هذه 200 مليون دولار أنا أقول لك بأنها ستذهب إلى وزرائنا وإلى وكلائنا وإلى مستشارينا، ستذهب إليهم كإكراميات وصرفيات، لأنهم يستلمون بالدولار. أما المواطن البسيط ماذا ينتظر من هذه الحكومة التي لم تعد موجودة في الداخل؟ الحكومة إذا أردت أن تضع حل لابد أن تكون موجودة إلى جانب المواطن، وتحس وتشعر بما يشعر المواطن. لابد أن تتحول رواتب هؤلاء الوزراء وهؤلاء الوكلاء إلى الريال اليمني حتى يشعروا بما يشعر به المواطن. اليوم الجنود الموظفون رواتبهم لا تتعدى 60,000 ريال، وماذا يصنع بها؟ ماذا يشتري بها؟ الكيس الدقيق تجاوز 15,000 ريال، الكيس السكر تجاوز 20,000، الحبة البيض تجاوز 60 ريال. أين يذهب المواطن؟ ماذا سيأكل؟ ماذا يصنع بهذه الأموال التي أصبحت لا قيمة لها في الواقع؟
طيب خليل، فيما يخص دعم التحالف وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية 100 مليون، هناك الكثير من شكر السعودية على هذا المبلغ وأنها دائما تقف إلى جانب اليمنيين رغم الكارثة الصعبة. أنت وجهة نظرك كيف تنظر لهذه الهبة التي ربما لا تكفي لثلاثة أشهر لكهرباء عدن فقط، فما بالك بالمجاعة التي اجتاحت كل اليمنيين، 30 مليون يمني يعانون منها؟ نحن نريد إنقاذ للعملة بأن يضعوا وديعة، وديعة وليست هبة. الشعب اليمني لا يريد هبة من أحد، الشعب اليمني يريد وديعة، أن يضعوا 5 مليار دولار 6 مليار دولار وأن يفتحوا حسابة البنك المركزي في الدول وأن يقفوا إلى جانب الحكومة في وضع حد لهذه المشكلة. إذا وضعوا هذه المبالغ كوديعة في البنك فإن العملة ستستقر وستعود إلى ما كانت قبل الحرب. هنا سيستطيع المواطن بأن يعيش، وهنا سيكون المواطن إلى جانب الحكومة إلى جانب التحالف في إنقاذ اليمن وفي سرعة التحرير وفي سرعة الحسم. أما أن يموت الشعب جوعا فإنه لن يستطيع أن يصنع شيء، لن يستطيع أن يقف إلى جانب الحكومة التي تخذله وكذلك إلى جانب التحالف الذي ينظر متى سيموت الشعب اليمني. نعم، طيب خليل ابقى معي واسمح لي أن نذهب إلى صنعاء مع الأستاذ فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك من صنعاء. مساء الخير أستاذ فضل. أهلا يا مساء الخير والعافية. أهلا بك أستاذ فضل. ربما النكبة الكبيرة هي كانت وتسببت بها ميليشيات الحوثي التي نابت البنك المركزي وتراتب على ذلك الوضع السيء الذي وصل إلى الآن، لكن أنت الآن تراقب وتتابع الانهيار المفاجئ للعملة المحلية، كيف تقرأ هذا الانهيار المفاجئ ومن هو المسؤول بالدرجة الأساسية عن هذا الانهيار؟ أولا شكرا كثيرا لاهتمامكم بالموضوع وهو ما يتعلق بحياة 27 مليون يمني يعيشون حالة مأساوية وكارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيل على مستوى العالم. طبعا الانهيارات هي منذ فترة طويلة منذ بداية الحرب والحصار، أيضا توقف الصادرات النفطية والغازية والزراعية، هذه كلها عوامل أدت إلى هذا الانهيار. الانهيار كان متوقع بأن يتصاعد بصورة مستمرة لأنه لا توجد بدائل الوديعة السعودية التي تم تحويلها أو رصدت باسم اليمن غير كافية. المبلغ رصد اليمن تستورد بما يقارب 14 مليار دولار سنويا. الفارق فيما يتعلق بين احتياجات اليمن والصادرات من النفط والغاز وبقية المنتجات كانت تغطى إما عبر القروض أو الإيرادات الأخرى المحققة من الداخل والمساعدات الخارجية، لكن وضع اقتصادي، لا صادرات نفطية، الصادرات النفطية موقوفة، الصادرات الغازية موقوفة، الصادرات النفط من شبوة ومن بلحات موقوفة، صادرات بترول المسيلة موقوف. فكيف سيستقر هذا سعر الدولار أو العملة؟ نحن نعيش في كارثة إنسانية. طبعا الأسعار تصاعدت بشكل كبير جدا ووصل في بعض السلع إلى 300% 400% وكذلك الأدوية. هناك مجاعة حقيقية. الأمم المتحدة ومنظماتها تقول بأن هناك 22 مليون مواطن في بحاجة إلى مساعدة إنسانية، ما بالك الآن عندما وصل سعر الدولار إلى 800 ريال. نعم أستاذ فضل، لو اقتربنا أكثر أستاذ فضل، سنتحدث عن الجانب الاقتصادي يعني بالجزئية الأخرى، لكن في البداية يعني لو اقتربنا أكثر من المواطنين ومعاناة المواطنين في صنعاء مع هذا الارتفاع المفاجئ، كيف كان اليوم الأول في صنعاء مع الارتفاع المخيف اليوم للدولار وانهيار الاقتصاد؟ الكثير من المواطنين توقفوا عن الشراء والذهاب إلا للحاجات الضرورية ومن لديهم سيولة نقدية. أما غالبية سكان مناطق العاصمة فتوقفوا عن الشراء، ويمكن أن هناك ناس يموتون جوعا في هذا المساء. كذلك بعض كثير من المحلات التجارية، تجار الجملة والتجزئة ومحلات البقالات والسوبر ماركت توقفوا عن البيع منذ مساء أمس، لأن هناك كان انهيار متسارع. يعني خلال 24 ساعة ارتفع الدولار من 700 ريال او من 720 الى 820 ريال. يعني هذا التسارع المخيف الذي عمل صدمه نفسيه وصدمه انسانيه لدى غالبيه السكان، طبعا في ظل ايضا توقف وعدم تدخل من اي طرف، لا منظمات دوليه ولا العالم ينظر ويشاهد ما الى ماذا او ماذا سيحدث لليمنيين وكيف ستكون نهايتهم. يعني مع الاسف الشديد كانت كارثه بالفعل خلال اليومين الماضيه،
انا معظم الناس توقفوا عن الشراء لانه الاسعار تصاعدت بنسبه 200 الى 300% خلال اول امس الى امس واليوم. نعم. كثير من الناس توقفوا عن الشراء وعن شراء احتياجاتهم طيب الضروريه والاساسيه. نعم استاذ فضل ابقى معي وايضا الاستاذ خليل اعود الى عدن مع الاستاذ جمال بالفقيه. استاذ جمال وصلتنا صور تقريبا قبل 3 أيام لاحدى او لطفله في احدى مخيمات النازحين في العاصمه المؤقته عدن والقريبه منكم وتوفت بسبب الجوع وربما نظيراتها كثر ينتظرون الموت في هذا المخيم. أين أنتم من ذلك؟ جميع المخيمات التي موجودة في سواء كان في الرباط أو في لحج دائما يوصل إليها الإغاثات مستمرة. يعني إنما عملية الموت هذه قد تكون يعني أن عملية هذا ليس إنما دائما هي قد يكون في قصور موجود وقد يكون في عملية الإيصال للمساعدات قد تكون بشكل متفاوت لكن بالذات المناطق اللي هي في مخيمات أكثر مناطق توصل لها إغاثات مستمرة بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة الحديدة إلى جانب الغاثة توصل تبعا يعني سواء كان من الهيئة الكويتية أو الهلال الأحمر الكويتي أو طريق المركز الملك سلمان أو الكل. يعني بالنسبة للمناطق التي تحت سيطرة الشرعية خاصة بالذات المخيمات توصل إليها إغاثات يمكن أكثر بكثير من أي مناطق أخرى. نعم نحن متواجدين باستمرار بالزيارة مستمرة لهذه المناطق. طيب أستاذ جمال ابقى معي والأستاذ خليل وأيضا الأستاذ فضل. نذهب هذه المرة إلى تعز. رصدنا العديد من آراء المواطنين في مدينة تعز بعد يوم كبير من الاحتياجات والمظاهرات ضد ارتفاع الهمرة وانهيار الاقتصاد أو إلى صنعاء. نعم نذهب إلى صنعاء ومن ثم إلى تعز. إذن هذا الاستطلاع من صنعاء نتابع. أولا نوجه رسالة للشعب اليمني كأنه شعب مسلم شعب إيماني يعني أن نتعاون في ظل هذه الظروف في هذه الأزمة من واجب ديني وأمرنا به الدين الإسلامي بأن نتعاطف ونتكاتف ونترحم فيما بيننا. نرجو من الأخوة المواطنين والتجار أن يساعدوا المواطنين المحتاجين والمساعدات فيما بيننا. شكرا. يعني ندعو التجار إلى مراعاة الظروف واتقوا الله في الناس وفي أنفسهم. ننصح التجار أن يتساعدوا مع الشعب اليمني في هذه الأزمة الطاحنة لأنه الشعب اليمني ضايق ونرجو أن يرخصوا لأن الدولار كلما ارتفع كلما ضر الشعب اليمني. رسالتي أولا للشعب اليمني يا ريت أنه نتكاتف ونكون يد بيد في ظل هذه الأزمة الخانقة التي أصبح كل شيء فيها معدوم. ورسالتي للي فوق سواء كانوا ساسة أو من يتولون سلطة وحكم هذا الشعب ارحموا الشعب اليمني يكفي لهنا وبس يكفي حرب يكفي دمار يكفي استبداد ويكفي قتل. أحب أوجه رسالتي إلى جميع أجزاء الشعب هذا خصوصا طبقة التجار الذي بيستفيدوا من معاناة المواطن في هذا الأزم وفي ظل هذا الحرب الخانق. يعني اتقوا الله في هذا المواطن. صحيح أن الدولار مرتفع والبلاد فيها أزمة بس لازم إحنا نرجع إلى ديننا الذي بيأمرنا بالتكافل والتراحم في ظل هذا الوضع الخانق. يعني ما مش ممكن إنه التاجر بنفسه يكون. إذن استطلاع من صنعاء وربما رأينا ملامح الألم والحزن الذي يعكس مقدار الوجع بسبب الغلاء الفاحش للأسعار وأيضا عدم وجود من يقف إلى جانب هؤلاء المواطنين خاصة وهم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثية الإنقلابية. أعود إلى صنعاء مع الأستاذ فاضل. أستاذ فاضل سمعنا من بعض التصريحات في صنعاء يقولون أن هناك استغلال كبير من قبل التجار. هل فعلا التجار يعني رغم ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار وانهيار العملة يعني يضاف إليها استغلال من قبل التجار لمعاناة الناس في صنعاء؟ أخي الكريم أولا الدولار انهار بشكل أو الريال اليمني انهار بصورة غير مسبوقة إطلاقا وهذا عكس بطبيعة الحال على جميع السلع إضافة إلى أسعار المشتقات النفطية. يعني أنا لا أقول بأنه نحمل طرف غير طرف. الأسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير جدا وارتفع أسعار سعر الديزل أو سعر دبة الديزل 20 لتر إلى حوالي 600%. يعني هنا كانت الكارثة أيضا. هذا مما فاقم
من تكاليف مدخلات الانتاج سواء كانت صناعيه او زراعيه او خلافه، اضافه الى انهيار الدولار، هذه كلها عوامل اساسيه. صحيح ان التاجر يتحمل جزء من المسؤوليه، لكن المسؤوليه لا تقع على اين دور الحكومه، اين دور البنك المركزي في توفير العملات الصعبه في الحد من الانهيار هذا المفاجئ الذي لا احد يستطيع ان يجاريه. خلال 3 أيام أو خلال أسبوع انخفض الدولار حوالي 100 دولار، ارتفعت سعرها إلى 20 أو 25 ألف ريال، فارق كبير جدا مهول. هنا نحن كجمعية لا نلوم القطاع الخاص لحاله، لأن القطاع الخاص حاول يبادر ويبيع للمشتركين بأسعار ونزلوا إلى بعض محلات الشوارع في البيع المباشر بعض الشركات القطاع الخاص، وهذه يشكلوا على ما قاموا به سواء كانوا في صنعاء أو في عدن أو في الحديدة أو بعض المحافظات. طيب أستاذ فاضل، السلطات دور الدولة، نعم. أنا أقول أستاذ فاضل، معذرة أستاذ فاضل، أين دور الدولة ودور المنظمات الدولية؟ نعم. هل تعلم بأن المساعدات تباع في الأسواق، مساعدات المقدمة عبر الأمم المتحدة تباع في المحلات التجارية؟ لماذا تباع في الأسواق برأيك أستاذ فاضل؟ من يقف وراء هذا العمل المنهيّن؟ تباع الإغاثة التي تصل للمحتاجين وتباع في الأسواق، برأيك من المسؤول عن هذا؟ المنظمات الدولية مسؤولة يا أخي. إذا كان المنظمات الدولية تشحت باسم الجمهورية اليمنية، وهنا وهذا الشحت الذي يتم باسم اليمن لا يصل لليمنيين الذين يحتاجون للمساعدة، لماذا تنتشر المجاعة في كل منطقة من مناطق اليمن؟ اليمن أصبحت مخيم بالكامل، لا يوجد مخيم للنازحين ولا مخيم للنازحين، اليمن كلها يعيش في وضع استثنائي إنساني صرف. دور المنظمات الإنسانية الدولية مع الأسف الشديد تستغل هذا الوضع، ما يقدم للمواطن اليمني الجزء اليسير شوال قمح أو دقيق. طيب سلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء، أستاذ فاضل، سلطات ميليشيا الحوثي المسؤولة على هذه المحافظات في صنعاء والعاصمة على وجه التحديد، ما الذي عملته أمام هذا الغلاء الذي كان ناتج لنكبتهم وانقلابهم على الدولة ونهب الاحتياطي النقدي للبنك؟ طبعا في ظل اوضاع اقتصاديه صعبه جدا، يعني ايا كان لا يمكن ان يستطيع الوقوف امام هذا الانهيار المتسارع الا لديه الامكانيات الماديه حتى يضخ فلوس للبنوك العامله باليمن حتى تغطي احتياجات البلد. يعني انا لا نحمل طرف على طرف اخر، انا احمل التحالف العربي المسؤول مسؤوليه متكامله عن ما يحدث في اليمن، انت مسؤول عن ما يحدث الان من انهيار ومن مجاعه انسانيه امام العالم، بالاضافه الى المجتمع الدولي، لماذا لا يقوم بالمبادره وتقديم المساعدات والودائع للحد من هذا الانهيار؟ لماذا لا يسمح بتصدير النفط من راس عيسى ويدار من قبل الامم المتحده او اي طرف؟ كيف تفسر استاذ فاضل، سؤال اخير فقط اودعك فيه، كيف تفسر يعني التحالف العربي أن يمنع تصدير النفط والغاز ويغلق الموانئ والمطارات ويمنع عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها؟ طبعا هنا كارثة طبعا، ماذا يريد من هذا؟ هل يريد أن يبقى 27 مليون مواطن يشحتهم أو يموتوا جوعا؟ كان يفترض الأقدر بالتحالف العربي أو تحالف العدوان أن يتم السماح للجمهورية اليمنية، نحن لا نريد منها مساعدات ولا نريد شيء، يسمحوا بس بتصدير النفط والغاز والمنتجات السمكية والزراعية الأخرى، واليمن سيغطي احتياجاته بنفسه، لدينا من الإمكانيات والموارد ما يغطي احتياجاتنا. نحن نريد أن يتم تحييد البنك المركزي، أن يكون هناك من إدارة مختصة وخبراء وليس ما يتم الآن في الوضع الحالي، وأن يتم السماح للبنك المركزي بإعادة دوره الرئيسي، وأن يتم السماح للجمهورية اليمنية بتصدير ثرواتها الطبيعية والسيادية حتى تغطي احتياجاتها من العملات الصعبة وتفيد احتياجاتها للمواطنين. أما أستاذ التضرير للمساعدات الإنسانية الكذب، الأمم المتحدة تشحط باسم اليمن مع الأسف الشديد، 2 مليار يرصد باسم الجمهورية. وضحت هذه الفكرة أستاذ فاضل، أشكرك. فعلا هناك من ينهب ملايين الدولارات باسم اليمن ولا تصل إلى المحتاجين، وعلى رأسهم ميليشيات الحوثي التي تسيطر على هذه المنظمات بشكل كامل، ونجد الإغاثات في السوق السوداء تباع. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك، كنت معنا من صنعاء، وأعود إلى مأرب عبر الأقمار الاصطناعية مع الأستاذ خليل المليكي. تأخرت عليك أستاذ خليل قليل، لكن إذا انتقلنا إلى محور آخر الآن، يعني فيما يخص الحلول، يعني نحن تحدثنا عن أشياء كثير قامت بها الحكومة لكنها لم تغير في الأمر شيء. يعني إن كان من وجهة نظرك حلول يفترض أن تكون هناك عاجلة وسريعة
تقوم بها الحكومة ما هي وباستطاعة أن تعملها. نعم أخي العزيز، استطاعت الحكومة أن تضع حد لهذا التدهور ولهذه الانهيارات. أولا على الحكومة أن تكون صريحة في المتسبب في عدم تصدير النفط والغاز اليمني، كذلك تصدير كثير من المنتجات اليمنية إلى الخارج. هذه هي الحلول التي باستطاعت الحكومة أن تعملها في ظل الوضع الراهن. نعم الميليشيات الحوثية هي السبب الرئيسي وهي الكارثة الحقيقية فيما حدث لليمنيين منذ 4 سنوات، منذ نكبة 21 ديسمبر سبتمبر، لكن الحكومة باستطاعتها أن تصدر الغاز وكذلك أن تصدر النفط، باستطاعة الحكومة أن تقلص من نفقاتها، من نفقات الدولار التي تضخ على وزراء الحكومة وعلى وكلائها وعلى مستشاريها وعلى الوكلاء المساعدين، باستطاعة الحكومة أن تقلص، أن تكون هناك حكومة مصغرة تدير اليمن من الداخل. بهذه الحلول تستطيع الحكومة أن تضع حد لهذه الانهيارات ولهذا التدهور ولهذا الموت الذي يلاحق اليمنيين. نعم طيب، ابقى معي خليل، أذهب إلى عدن بعودة أخيرة للأستاذ جمال بلفقي. أستاذ جمال، إذن الآن أنتم في اللجنة الإغاثية، هناك اتهامات كبيرة تقول بأن القائمين للأسف على كل المعونات التي تصل إلى اليمن، منها على سبيل المثال مركز الملك سلمان، ربما يخصص على سبيل المثال مثلا 100 مليون دولار لا يصل إلى المحتاجين سوى 20% أو 30%، وبقية المبالغ تذهب لمن هم مشرفين على هذه المعونات. صحة هذه المعلومات أو نفيها من قبلك؟ تفضل. طبعا مركز الملك سلمان بشكل خاص هو يوزع الإغاثات عبر شركاء محليين في باليمن بشكل خاص، في سواء كان في مارب او في عدن او في عده محافظات محرره. عمليه التوزيع هو طبعا يتم التوزيع حسب البرامج التي تعد سابقا من تلك المنظمات، ويتم اعلانها عبر اجتماع شهري ما بين اللجنه العليا للاغاثه ومركز الملك سلمان بهذا البرنامج يتم تنفيذه. عملية أنها تروح لعدة أشخاص ومشرفين ما أعتقد الموضوع هذا صحيح، لأن الإغاثات مركز الملك سلمان بالذات والهلال الأحمر الإماراتي دائما باستمرار يستهدفوا جميع الأماكن التي بحاجة العمل الإنساني والإغاثي حسب ما نرفع إليهم. طيب أستاذ جمال، في هذه المناطق أستاذ جمال، من أشد احتجاجاً. يعني أنا يعني ربما من أكثر الأشخاص الذي أحيي وأقدر كل الجهود التي تقوم بها أنت بالذات وتجاوبك دائما مع وسائل الإعلام ومعنا في قناة بلقيس، لكن ربما هناك سؤال يسأل به الكثير من اليمنيين، يعني لماذا المسؤولين على الإغاثة في اليمن ونحن نتحدث على المناطق المحررة منذ بداية الحرب إلى اليوم لم يتغير مشرف واحد ولم يتغير مسؤول واحد، ابتداء من عبد الرقيب فتح يعني رئيس اللجنة إلى آخر موظف في هذه المنظومة، ما هي الأسباب؟ وكأنها تكونت شبكة مصالح فيما بينهم، والمتضرر هو المواطن ويشحتون باسمه ولا تصل إلا يعني الفتات من هذه المعونات الإغاثية. أولا أعطيك صورة أن اللجنة العليا للإغاثة مكونة من 6 وزراء، والوزراء الموجودين هم الناس اللي تحت اللي يقدموا اللي هم معنيين في العمل الإنساني، اللي هي وزارة الصحة والأخوان في وزارة الصحة، وكذلك في الشؤون الاجتماعية والعمل، وكل وزارة النقل ووزارة التربية والتعليم، هؤلاء موجودين وكلهم موجودين هم غالبية الوزراء والتابعين لهم المنسقين الحقيقيين موجودين في الرياض لعملية الإغاثة التي تصل لداخل اليمن. نحن في مكتب عدن ومكتب اللجنة العليا للإغاثة عملنا فني تنسيقي للمتابعة بما يقوموا بهم بما يقوم نعم. في عملية إيصال المساعدات لهذه المناطق، وغالبا التوزيع يمر عن طريق وزارة الصحة بالمنسقين وزارة نعم. الصحة، وهذه هي المنظومة التي يشتكي منها الجميع. نعم أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال بالفقيه المنسق العام للإغاثة، كنت معنا من عدن، ونشرك معنا في الحديث من عدن الأستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير. أهلا بك أستاذ أحمد. عدن وغلاء الأسعار وغياب الحكومة، أنت ربما لديك منظمة أيضا، كيف تقيم الوضع في عدن مع هذا الغلاء الكبير للأسعار وانهيار الاقتصاد؟
عدن واليمن بشكل عام تعاني بشكل يعني غير مسبوق تماما، ولا يستطيع ان يقيم الوضع الانساني، الوضع الكارثي الاقتصادي للمدنيين الناس يعني في اليمن الا شخص يعيش داخل اليمن بشكل يعني مباشر ومصيري. يعني اليوم نحن نمر بأزمة إنسانية جائحة غير مسبوقة في تاريخ اليمن حتى قبل الإسلام، وأستطيع أن أؤكد أنه لم تمر باليمن مثل هذه الكارثة الإنسانية الغذائية التي أجبرت الأطفال والنساء والبنات على الخروج للتسول، وأجبرت الكثير من الناس وأماتت بعض الأطفال. يعني ولاحظنا وشاهدنا وتابعنا أطفال يموتون، وأطفال يأكلون أوراق الشجر، وأطفال الآن يأكلون من القمام. الوضع الإنساني مزري، والوضع الاقتصادي منهار بشكل كامل في اليمن، والناس وحالتهم المعيشية يعني مدمرة، والآليات التي تنتهجها الحكومة سواء في صنعاء أو السلطة في سواء في السلطة في صنعاء أو الحكومة في عدن التي هي غير موجودة أساسا، هي إجراءات غير صحيحة وغير سليمة، وأثبتت فشلها وأنها بحاجة ماسة إلى سرعة المراجعة. طيب أستاذ أحمد، المساعدة الإنسانية إلى مستحقيها بشكل سليم. أستاذ أحمد، كان لكم اليوم بيان في منظمة سياج، أستاذ أحمد كان لكم بيان في منظمة سياج بأن لا يصل من المعونات إلى 20%. من يتسلط على هذه المعونات ولا تصل الى 20% من خلال بيانكم ورصدكم في منظمتكم لهذه هذه من ملاحظات مندوبين سياج وناشطين واناس عاملين في الاغاثه الانسانيه. قمنا بعمليه تقييم من مدى وصول عمليات الاغاثه الى الناس، خاصه في المناطق النزوح والمناطق يعني القصيه والبعيده، والتي يعني يعاني انها من عدم توفر المواد الغذائيه في الحد الادنى. ووجدنا بان يعني هناك نسبه كبيره جدا جدا من الناس لا تصل اليهم المواد الغذائيه والاغاثيه، وهناك غلاء فاحش. تخيل كيس الرز فقط ابو 40 كيلو الان ب 50,000 ريال داخل اليمن، يعني دبه البترول تصل الى 15,000 و20,000 يعني في حدها الادنى الان، يعني وربما تزيد في بعض الاماكن، وهذا ضاعف من معاناه الناس. يعني هناك قرابه 10% فقط ممن يحصلون على المساعدات الانسانيه من اليمنيين، وربما اقل من هذا العدد، اقل من هذه النسبه. والسبب يعود الى يعني اولا فشل اليه مساعده اليمنيين بشكل خاص. هناك مليارات يتحدث عنها وسائل الاعلام بانها تضخ لاجل المساعدات الانسانيه في اليمن، لكن كلما تم ضخ هذه المليارات نرى حاله الفقر تزداد وحاله التدهور تزداد بشكل كبير جدا، والوضع الانساني في تدهور مستمر. ونحن بحاجه ماسه اليوم في اليمن، وهذا نداء استغاثه نوجهه بان اطفال اليمن يواجهون كارثه انسانيه، قد يموت الكثير من الاطفال بسبب عدم توفر الغذاء. هناك الكثير من الاسر لا تستطيع البوح بمعاناتها، وهناك الكثير من الاباء يستحي ان يتحدث بانه لا يجد يعني القوت الضروري للاطفال، وهناك اناس غير قادر على ان يرى وجوه اطفال من الجوع. اشكرك يا استاذ احمد لضيق الوقت. استاذ احمد، كنت اتمنى ان تكون معنا من بدايه الحلقه، لكن للاسف لضيق الوقت انتهت حلقتنا. يبقى لنا جزء بسيط نستعرض فيه يعني تصريحات رئيس منظمه سياج من عدن الاستاذ احمد القرشي، شكرا جزيلا لك. نذهب الان لمتابعه ماده معلوماتيه اعدها الزميل وديع عطا عن التدهور الاقتصادي والعمله وكيف كان سعر الريال سابقا وكيف اصبح. نتابع هذه الماده. إذن أرقام مخيفة ومفزعة، أين كان الصرف وأين أصبح وكيف كان حال اليمنيين وأين أصبح اليوم؟ عودة أخيرة إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ خليل المليكي. أستاذ خليل، كلمة أخيرة فقط أختم بها معك، في ظل هذا الوضع الصعب، الناس تموت من الجوع، الاقتصاد ينهار، العملة تنهار، ما الذي تنظره في المستقبل إذا استمر هذا الوضع بهذه الحال؟ ننتظر بأن ينتظر اليمنيون جميعا الذين في الداخل عدا أولئك الذين يستلمون رواتبهم بالدولار، نعم ينتظر اليمنيون جميعا الموت والمجاعة
الجميع متخوف من هذا الوضع المزري، جميعنا يتقاضى مستحقاته بالعملة اليمنية، وكلنا تأثر بهذا الانقلاب المشاوي الذي قامت بميليشيا الحوثي. ننتظر ما ينتظره كل مواطن، هو ينتظر اليمنيون أن يموتوا جوعا إذا استمر التدهور بهذا الحال، وإذا استمر أداء الحكومة والتحالف بهذا الحال. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ خليل المليكي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج، الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.